خلينا نبدأ بقى ونتكلم شوية عن مباراة مهمة جدا. طبعا زي ما كنا بنقول لحضراتكم نتكلم يعني المباراة أمام منتخب الجزائر، وإحنا بنتكلم يعني هي وديا، لكن دي هتكون آخر الوديات زي ما حضراتكم عارفين اللي هياخدها منتخب مصر استعدادا بقى لبطولة كأس الأمم الإفريقية اللي إن شاء الله هتكون في يناير المقبل. اتكلمنا يمكن امبارح تحديدا بالتفصيل عن كتيبة نجوم الجزائر اللي كلها محترفين، كمان بنتكلم في كبرى الدوريات الأوروبية، ونفس الأمر برضو لو هنروح لمنتخب مصر عنده مجموعة أكيد مميزة جدا ومهمة جدا كمان من المحترفين، وأكيد هنشوف برضو يعني في الأول وفي الآخر جيم حلو، هو ده اللي احنا عايزينه من المنتخبين. مصر والجزائر اتقابلوا بلغة الأرقام، نرجع شوية لورا، 21 مرة فاز فيها مصر أو فازت فيها مصر في 7 مواجهات، تعادلوا في 8 لقاءات وخسروا في 6 مواجهات. عايزين كمان نوضح أن تاريخ المواجهات يمكن متوازن إلى حد كبير، وفي ندية بين المنتخبين، واللقاء كمان اليوم خارج عن كل التوقعات. يعني تيجي تسأل أي استوديو تحليلي وتتابع هيقولك لا أنا مش هعرف إن أنا أتوقع أبدا سير المباراة، حتى مش بس نتيجة المباراة، المباراة سير المباراة نفسها، شكل المباراة هيبقى عامل إزاي، صعب إن أنت تتوقعه، لأن أنت فعلا بتتكلم عن منتخبين قريبين جدا في الأرقام، قريبين جدا في المستوى، الاثنين عندهم محترفين على أعلى مستوى، عندهم لعيبة محلية أقوية جدا، يعني فلا صعب إن أنت تحاول إن أنت تتخيل المباراة النهاردة إزاي، لكن أكيد في الأول وفي الآخر بنتمنى كل التوفيق، لأن دي يعني بص يا كريم انا بشوف ان ده هيبقى امتحان يعني الاختبار الحقيقي زي ما بنقول بالظبط، يعني انا يا هطمن على اللي جاي يا هيبتدي اقلق فعلا من اللي جاي، واتمنى اتمنى ما يكونش في قلق باذن الله، لان احنا ما عندناش رفاهيه اصلا ان انت يبقى في قلق في اي فتره جايه، فكل التوفيق ليهم باذن الله. بالظبط.